وقال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللمسلمين في باب النكرة والمعرفة: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل وصلها سلنه وما أشباهه في كنته الخلفنتما، كذاك خلتنيه واتصالا، اختار غير اختار الانفصالا، وقدم الأخص في اتصالي، وقدم المشيئة في انفصالي، في اتحاد الرتبة الزنفصلة، وقد يبيح الغيب فيه فصلا. بسم الله الرحمن الرحيم، على محمد وعلى اله وصحبه محمد وعلى رحمه الله. والاختيار نعم والاختيار جاء المفصل. قال: المتكلم إذا تمكن أن يجيء بالضمير متصلا لا يعدل إلى الضمير المنفصل، فلا تقول في كتبت كتب أنا، ولا في كتبت كتب أنت، ولا في كتبت ولا في كتبت كتب أنت، لا يقال هذا. فإذا قلت كتبت أنت فهذا تركيب آخر، التاء فاعل وأنت توكيد آخر، في اختيار لا يجيء المنفصل. ومفهومه أنه إذا اضطر الشاعر أن يأتي بالمنفصل مكان المتصل له ذلك. قال بعضهم: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. أصل الكلام: إلا يزيدونهم، الواو متصل جاء به منفصل فقالهم. الثاني يقول: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهار، لو قال ضمنتهم لا يزيد البيت معهم، فجاء بهم جاء بالضمير منفصلا ولكنهم مضطرون. أنا أقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. ولبعضهم طرفة أعطي ملعقة ليأكل بها، فقال ابن مالك يقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، اليد متصلة والملعقة منفصلة. قال رحمه الله: استثناء من ذلك صل أو يفصل، ها أسلنيه وما أشبهه، سلنيه وأعطنيه واكسنيه، من كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، إذا نصب ضميرين لك الاتصال والانفصال. أنت تتمكن من المجيء بالضمير المتصل، ولكن مع ذلك لك أن تأتي بمنفصل، فتقول أعطنيه أو أعطني إياه، أكسنيه أو أكسني إياه، سلنيه أو سلني إياه. وفي كتاب الله لم يأتي مثل هذا إلا متصلا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أريكهم كثيرا لفشلتم. وجاءت في غير القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم ملككم إياهم، لم يقل ملككم هم، أنا قوله: وصل أو يفصل ها أسلنيه وما أشبهه، من كل ضمير وقع ثاني ضميرين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، أولهما عرف من ثانيهما وليس مرفوعا، فإن قدمت غير العرف تحتم الفصل، فتقول سألته إياك، ولا تقول سألتهك، فإن كان أولهما مرفوعا تحتم الاتصال نحو كرمتك. في كنته الخلف انتماء، إذا كان الضميرين واقعين خبرا لكان وأخواتها يجوز الوجهان، تقول الصديق كنته أو صرته. واختلف في الراجح، رجح سيبويه الانفصال، وابن مالك قال اختاروا الاتصال، وغيره هو سيبويه اختاروا الانفصال. قيل رجح سيبويه رأيه بقوله إن الثانية منهما خبر، ورصف الخبر أن يكون كلمة مستقلة. قال ابن مالك: إذا كان الأمر كذلك فلصف المبتدئ أن يكون كلمة مستقلة. كان عليك أن تقول: كان أنا إياه كنته، فصلت الثاني يفصل الأول. واضح؟ أنا أقوله في كنته الخلف انتماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وقد أراد أن يقتل ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكنه. وصل عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن أبي ربيعة رحمه الله تعالى: لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد، والإنسان قد يتغير فصلا. إياه. وكذلك خلتنيه من كل ضميرين وقعا مفعولين لظل أخواتها، الاتصال ممكن والانفصال مختلف فيه، يرى سيبويه رجحان الانفصال، وابن مالك رجح الاتصال، ورجح في غير هذا الكتاب الانفصال. فتقول الصديق خلتكه ظننتكه، خلتك إياه ظننتك إياه، كذلك خلتني، واتصالي اتصال اختار
وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في اتصالي. شيخ واقع اختار اتصال ابن مالك، اختار الاتصال في معمولي ظنه ومعمولي كان، وقدم إذا أردت الاتصال قدم الأخص، والأخص التكلم ثم الخطاب ثم الغيبة، فتقول الكتاب وأعطيتك هو وأعطيتنيه، ولا تقول أعطيته ك، لا تقدم غير الأخص وتصل، فإن فصلت كما تريد تقول أعطيته إياك وأعطيتك إياه وأعطيتنيه وأعطيتني إياه وأعطيته إياه، وقدم وفي اتحاد الرتبة الزنفصائي. إذا كان الضميران من رتبة واحدة لزم الانفصال، تقول يا عبدي أعطيتك إياك، ولا تقول أعطيتك ك، وأعطيتني إياه ولا تقول أعطيتني، وأعطيته إياه ولا تقول أعطيته هو. قال رحمه الله وقد يبيح الغيب فيه وصلا، قال في غير هذا الكتاب مع اختلاف ما، على أن يكونا مختلفين، كأن يكون أحدهما مفردا والثاني مثنى، وواحدهما مثنى والثاني جمعا، فتقول زيد الكتابان أعطيتهما هو وأعطيته هما جاز، وتقول الزيدون الكتابان أعطيتهما هم أو أعطيتهما هما. قال لوجهك في الإحسان، لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أنا لهما هو قفو أكرم والدي. أنا أقول وقد يبيح الغيب فيه وصل أقرب. أراهمني أراهمني الباطل، هذا وقع فيه تقديم غير الأخص، أراهمني الباطل شيطان أقرأ. يكون الاختلاف في الإفراد والتثنية أو مثلا في التذكير والتأنيث كذلك اختلاف، هل يكون في التذكير والتأنيث؟ لعله كذلك، لم أقف على مثال، لكن لا مانع من أن تقول هند الكتاب أعطيتها هو مثلا، لعله أقرأ.